إن بالنسبة للتحضيرات الخاصة بامتحانات نهاية السنة الدراسية دورة 2023، فكل التحضيرات على قدم وساق وأجريت تحت إشراف سيد ولي الولاية في اجتماعات عديدة ومتعددة، وبتعليماته السديدة وآرائه الحكيمة وجدنا الجميع مستعد للتكفل الجيد بهذه الامتحانات وبأبنائنا التلاميذ بهذا العرس الوطني وبهذا الامتحان المصيري لأبنائنا التلاميذ خدمة لهذا القطاع وخدمة لهذا الوطن. إذن سيترشح لامتحاني شهادة التعليم المتوسط 5341 مترشحا، منهم 5202 مترشحا متمدرسا سيؤطرهم 1900 موظفا من قطاع التربية، سيوزعون على 34 مركز إجراء، منها مركزين مخصصين للأحرار. كما سيترشح لامتحان شهادة البكالوريا 5805 مترشحا، من بينهم 3487 مترشحا متمدرسا سيوزعون على 27 مركز إجراء، ويؤطرهم 2047 مؤطرا من موظفي قطاع التربية. ومن مباركم هذا أوجه الشكر الجزيل لكل موظفي القطاع وتحية تربوية خالصة على ما أبانوا عليه من حس مهني نبيل وما قدموه لأبنائنا التلاميذ خلال هذه السنة الدراسية وما يقومون به الآن لتحضير أبنائنا في ما تبقى من هذه السنة الدراسية قبل الامتحانات المدرسية التي تعلمون بأنها مقررة من 5 إلى 7 جوان بالنسبة لشهادة التعليم المتوسط ومن 11 إلى 15 جوان بالنسبة لشهادة البكالوريا. إذن بالتوفيق إن شاء الله للجميع، وكما قلت بأن كل التحضيرات لهذه الامتحانات والجانب اللوجستي كان قد خطط له ونفذ تحت إشراف سيد ولي الولاية بمشاركة كل الفاعلين، منهم المصالح الصحية وأيضا كل المصالح التي تدخل في جانب الرقابة وأيضا المصالح الأمنية التي كانت دائما ترافق الامتحانات المدرسية وترافق المؤسسة الجزائرية. فالشكر موصول للجميع، وشكر أيضا موصول للسادة رؤساء المجلس الشعبي البلدي أو السادة رؤساء الدوائر على التفافهم حول المدرسة الذين أيضا سيضمنون النقل لكل أبنائنا المترشحين وكذا النقل للمؤطرين خلال هذه الامتحانات.